تعال نروح للبريميوم ليج وخلينا نروح ونتكلم عن مباراة ليفربول اللي فيها فوز كان كبير جدا يا كريم بالنتيجة يعني 9-0، حاجة برضو غريبة يعني في مباريات كده بيبقى فيها أهداف بشكل غريب جدا، لكن اللي حصل إن للأسف الشديد محمد صلاح غاب عن فكرة هنا مهرجان الأهداف، يعني للأسف الشديد، واللي افتتح أهداف المباراة طبعا فريق ليفربول عن طريق لعبه المتألق كده جدا لويس دياز في الدقيقة كانت الثالثة أو الثالثة تحديدا، يعني حاجة حلوة وحاجة كويسة جدا، لكن المباراة طبعا شهدت مشاركة محمد صلاح لكن ما تمكنش يا كريم من صناعة أو حتى تسجيل أي هدف يعني في اللقاء ده، والنتيجة دي طبعا يعني هنتكلم بقى عن النتيجة، رفع ليفربول رصيده للنقطة الخامسة في المركز الثامن ده بجدول ترتيب البريميوم ليج، وعايز على كل حال طبعا الناس كانت سعيدة بالنتيجة لكن ما كانتش سعيدة بال يعني اللي حاصل لمحمد صلاح طبعا، لأن أول مرة يمكن من المرات النادرة جدا إن محمد صلاح يبقى متواجد وما فيش أسيست حلو أو جون حلو لا وفي ماتش فريقه كسبان فيه 9-0 دي مباراة استثنائية، ده هو من غير حاجة لما مثلا لما ليفربول بيكسب مثلا 2 أو 3 هو جايب له جولين منهم فاهم، لكن لما يجيبوا 9 تجوال هو ما بيشاركش بجول واحد منهم على الاقل، ففعلا شيء عجيب جدا.